من قديم الزمان اللي الكنة ولحميت مستحيل يتفاهموا، يقول لك كنت تتفاهم لحميت مع الكنة بليس يدخل الجنة. لكن شنو رايك وقت اللي توصل الكنة لحميتها تقولها انا ما نعاونكش ما نمدلكش ما نعملش الحاجة هذيك خاطر مانيش خديمة عندك، شنو رايك؟ مادام تسكن معاها باش تعمل الحاجة هذيك، مادام تسكن مع معناها مع امه ولا مع ابوه باش توصل هذيك. وبالنسبة للحاجة هذيك ديما واحد يغزل لامه واولا راه حتى بتبديش معناها الام تشاش بالفلوس وبلاصتها ما تعوضش، هذيك كل شيء، الام هي كل شيء، معناها ما تسوى شيء قدام الام، هذه الحقيقة. معناها المشاكل بين الكنة وما بين الحمات لا نجدها إلا في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية، أما المجتمعات الأوروبية المجتمعات الغربية صعب لا نجدها أبدا. مشاكل عنا تقع هي نستطيع أن نقول بأنها حرب ما بين الأجيال، البنت ترى في نفسها حاجة خشينة وترى في نفسها حاجة قوية، والأخرى متأخرة، امرأة كبيرة السن قد تأخرت أو ضعفت في عقليتها، هذيك تقول علاش تقول هالكلام. أما صدقيني يا بنيتي المشاكل الذي تقع خاصة في المجتمع التونسي أو كما قلت المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية لا نجد إلا المشكل بين الكنة والحمات إلا عند العرب والمسلمين، عند الغربيين ما نلقاوهاش، صعيب باش نلقاو مشاكل يعني لا تعتبر، نفسيتهم حاجة أخرى. احنا قعدنا في المشاكل البسيطة، ها مشكل ما بين الحمات وما بين الكنة، ها قالت لي ها قلت لها، هي تسمم لا يجب على الكنة هذه الصغيرة أن تسيء الأدب مع حماتها ولا تتذكر ويلزمها أنها لا تنسى أنها يوم من الأيام ستصير هي بنفسها حمات، وجيها وشكون يعود لها نفس الذي قالته لتكمر، كما تدين تدان، قالت تلقى أعمل تلقى، فماش حاجة أخرى. يعني ديما نقولوا احنا هي الام تغير على ابنها شويه، تغير انه جات شكون بالشركه في ابنها، لهنا لازم الكنة تسيسها وتتماشى معاها وتحاول تعدي. مش تغير الحمات يعني تريد يعني فرحه ولدها وتحب على سعاده بين الرجل بين ابنها بين زوجته، الا اذا بعض النسوه يسمى عندهم حب التسلط وحب التملك تخزر لولدها تحب. هنا يلزم البنية الكنة يجب أن تكون دبلوماسية، تعرف كيفاش تشوف تتساهل مع المرأة اللي أكبر منها وتحاول بطرق لينة بدون أن تتصادم معها بشوية كلام وبالضحك كذا وتعدي الأمور. أما هي موجودة كما موجود في الكنة حب التملك أن تتملك ابنها، كذلك زوجها، كذلك في الحمات تحب مثلا لا يشاركها امرأة أخرى في ابنها، بقي تخزر له الصغير ويلزمها تخليه يبدا حياته ويعيش حياته، وفهمني ويعيش. انا نصيحه للنساء العزيز، النساء اللي عندهم كنين وعندهم اولاد وربوهم في القطن، خليهم يعني ليسي باسي، خليه يعيش حياته، كبر وعمل اسره، اعطيه مش تتدخل من بعيد، تدخل بعض النصائح والدنيا تعلم، مش باش تولي تتقوى عليه وتولي تتحكم فيه وتولي تقول اعملك الحاجة اعملك الحاجة، وتبدأ إذا كانت امرأة يعني متسلطة وظالمة ما نرضاش عليك إذا ما تعملش كذا وكذا، ما نرضاش عليك. وبعض النسوة اللي عندنا تقولهم ما نرضاش عليك إذا ما تطلقهاش، معقول؟ عندنا موجودة في المجتمع لهنا، ما تعملوهاش الفرنسية ما تعملهاش، الجاورية ما تعملهاش، الغربية ما تعملهاش، تعملها كانش التونسية. تعرف شنو التونسية؟ نعطيها لك. المرأة الأم التونسية تحب بنتها تتحكم في رجلها، وتحب ولدها يحكم في مرته، وتحب هي تحكم بالكل. المعروف على الكنة والحمات انه علاقتهم ديما متوترة، انهم ما يتفهموش، لكن وقت اللي توصل الكنة لحماتها تقولها ما نعاونكش مانيش خديمة عندك، لهنا شنو رايك؟ ولا شوية فمش ثقافة، يعني ناقصين شوية ثقافة، كان يثقفوا زوز تبارك الله، حتى يعني الحمات ام الطفل ولا ام الطفلة ولا دونك شويه ثقافه شويه حديث تاو نورمالمون ترجع الامور مريقله وكاو. كنت توضح لي اكثر، معناها تقصد يتفاهموا مع بعضهم يعني بلغه اخرى، اللي عندها ولد ولا طفله تخليه على راحته يعيش مع مرته، فهمت؟ كيما العكس بالعكس، فهمت؟ كل واحد يعرف حريته وكاو ويسيب غيره يعيش على حياته وكاو. حسب رايك انت فما مشكل اذا كان ام طفل باش تطلب من زوجة ابنها تعاونها في حاجه؟
مشكل توا في 2020 مشكل، كل واحد يشد يسكر باب على داره ويخلي غيره يعيش وكا، وهذيك الحياة توا في تونس. دونك انت متزوج؟ انا مانيش متزوج. تخاف تتزوج تصير مشكلة هكا بين صحيح باربي المشاكل اللي تصير تجنبهم، دونك المشاكل هذيا امي نحبها ترتاح والطفله اللي حاجتي بها انا نحبها زي ترتاح، ما نحبش نعمل عليك خليها ترتاح تقعد مرتاحه هكا. فهمت؟ عندك شكون توا في حياتك ما تحبش تتزوج؟ قلت لي نحب نخليها ترتاح هكاك. قلت لك باربي المشاكل يعني في حياتي مشاكل بين ال حتى كي نوصلوا نلقاو حل جذري ساعه نمشي نتزوج على روحي. فهمت؟ خاطر امي تقعد امي ويلزمني ديما راه امي ويلزمني نقعد مع امي، وامي راهي هي اللي جابتني، كان مش من امي راني انا مانيش موجود. دونك كي باش نعرس مش باش ننسى امي، زاد عندي حياتي الخاصه صحيح، وزاد كي باش نوصل نقرب لامي برشا بتصير مشاكل برشا، دونك المواضيع هذه ما هذا ما نحبهاش. فهمت؟ شنو هو الحل باش يتعايشوا الكنا والحميت مع بعضهم ما غير حتى مشكل؟ اللي يعرس على روحه ويمشي ربي معاه وإيفيتي، وزي حكيت تعرس تسكن في دار بوك وفي دار أمك، أنت ماك بشر وعندك عندك قيمة وعندك قدر، برمشي حل دار على روحك، ابعد على داركم وعيش حياة، عيش الاستقلالية. نحن مشكلتنا الاستقلالية، كي تعيش الاستقلالية تعيش الحرية مع مرتك، أمك في قدرها، بوك في قدره، ومرتك في قدرها. علاش ديما العلاقة بين الحميت والكنة المعروف عليها أنها تكون متوترة؟ علاش؟ على خاطر الحمات تظن اللي المرأة هذيك اللي عرست بولدها فكته لها، لذا هي ديما كيكة تغزر لها نظرة غيرة، ماذا بها ولدها ديما يبقى بحذها تنظر لها نظرة غيرة، تغير منها كأنها معناها ضرتها. في نفس الوقت يلزم الولد ولا الراجل اللي يوفق بيناتهم، يلزم يتقرب الأم يتقرب المرته، ينجم يتوازن في الوزن هذاك، ينجموا يمشيوا الزوج كيف كيف. يعني الحل ديما بدين الزوج اللي هو نفسه الابن، اللي هو نفسه الابن، الحل ديما بيد الزوج. الزوج هو اللي يعني ينجم يعمل توازن بين امه وبين زوجته، يرضي هذا ويرضي هذا. وحتى اذا كان الزم بالسرقه هكا كأنه معناها يعمل في حاجة بالسرقة على مرته، ويجي المرته كأنه يعمل في حاجة بالسرقة على أمه، نجم يرضيهم الزوج. هذه واحد من الناس أنا ما فكرش باش نعرس بها جملة، ولا حتى باش نصرفش حتى باش نعرفها، لأن الوالدة ماك تعرف فوق الناس كل بكل صراحة نحكي لك. ويذكر المرحوم نجيب الخطاب شنو قال؟ قال ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. صحيح المرأة تعطيها حقها والأم زاد حقها، فضل كبير ياسر. علاش ديما معروف على الكنة والحميت ما يتفهموش؟ ما واش نقول لك، الأم ربيت بصراحة وتحس اللي هي معناها خطفت لها حاجة ثمينة برشا، وذي واقع يعني ما حق يعني. فهمت؟ ألور لا ديما تحس الأم بنوع حتى من الغيرة، تقول لك ولدي كان معايا وكان يجيب لي وكان يودني، تو ولا يسكن الفوق ويطلع الساك بالسرقة، والله أعلم شنو يودها وما يودنيش أنا. ديما لو أسمعني بالنسبة لل الولد يقعد ديما راهو ما يكبرش في عيني امه، يقعد ديما صغير. ما دام الحكايه غيره، علاش هوني ما تغيرش زاده من زوج بنتها؟ هي ربيت وكبرت وقرات ومن بعد عطاتها الراجل، علاش ما تغيرش؟ بون فما مثل يقول لك الانثى هي عماره الغير. معناها يعرف البنيه راهي باللي باش تكبر يجي نهار معناها باش تمشي على روحها، هذه حاجه معروفه. اما تذكر بصراحه هي فما مثل يقولوه قبل، يقول لك اعطيني بيت رجال وما تعطينيش برشا مال. معناها معروف، معناها ديما الراجل عند الام حاجه ثمينه برشا. فهمت كيفاش؟ الور لا معناها ديما هو المبجل البنيه بلي 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 بلي، معناها البنيه مش كيما الراجل، خاطر الراجل بالحق راه في حالات خاصه سيرتو تلقى الولد صغير يقولوا احنا قريد العش، تلقاها مع امه كيما انا مع امي، انا تو امي بجنبي ما نسيبهاش، اقسم بالله ديما بجنبي وين ماشي وين داخل وين. الام ديما كيكه مع انت متزوج؟ متزوج ايه ومنفصل. ما ندخلش في حياتك الشخصيه ولا نسالك الاسباب، ما خليني نسالك كيفاش كانت متعايشه مع امك. والله ايش باش نقول لك، هذا موضوع معناها موضوع عادي، تو انت تعرف نسبه الطلاق باش ندخلوا في موضوع اخر. 80% في تونس نسبه الطلاق، لكن انا كنت مستقل لوحدي الفوق، لكن مكتوب صراحه والله ما عندها حتى دخل مع امي يرحم والديها، هكا هي بعيده بيت الناس وانا بعيد، ما عندهاش دخل حق في الامور هذه بصدق.